لا تزال الأصداء تتردد في السعودية بعد قرار فتح الأجواء أمام الرحلات الدولية بشكل كامل في نهاية شهر مارس المقبل. القرار الذي اتخذته الجهات المعنية جاء بعد اكتمال وصول دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا وانخفاض أعداد الإصابات. القرار وعلى أهميته أثار ردود فعل مختلفة بين مرحب ومتخوف. طبعا لازم تتأكد من البلد اللي انت مخطط تروح له، عدد الإصابات اللي عندهم، ازدياد الطريقة اللي قاعد يزداد فيها المرض عندهم، ولا هل هم مسيطرين عليها ولا لا. بعض السكان استبعدوا فكرة السفر تماما رغم فتح الأجواء نظرا لضراوة الفيروس واستمرار تفشيه في العديد من البلدان، مما يقف حائلا أمام رغبتهم في السفر. فالفيروس وإن كان انتشاره قد تراجع في المملكة، إلا أنه ما زال منتشرا وبقوة في أماكن عديدة أخرى. رغم كل هذه المخاوف، فهناك الكثيرون ممن يتوقون للسفر. والله سوفر فكرة السفر برا بلدي مرة ما هي موجودة. سافر شيل شنطتكم. قرار فتح الأجواء جاء بعد أن وضعت المملكة خطة محكمة كان لها دور في خفض أعداد الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، لعل أهمها إغلاق الحدود وعدم فتحها إلا في أضيق نطاق. تباينت الآراء بشأن إعلان السماح بالسفر خارج المملكة ما بين مرحب وحذر، وفيما يبدو أن الحذرين قلقون جدا من التجربة ولا يفكرون بها أصلا. هناك من وافق عليها في حال خضعت لشروط وإجراءات مشددة، لكن هناك فئة من السكان تريد السفر في أسرع وقت دون أي عوائق أو شروط. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.